أحمد الفيشاوي وشيرين رضا، يا ترى إيه اللي ممكن يجمع بين النجمين دول غير الفن؟ دايماً ظهورهم مع بعض وراء شائعات كتيرة، وكان آخرها لما الفيشاوي قرر يتقمص دور الكبير قوي لأحمد مكي. هنا سأسكت قليلاً، دي الجملة اللي مكي قالها لشيرين رضا في مسلسل الكبير قوي، وتحولت لكوميكس وكل الناس بتستخدمها في الهزار عادي، بس الحكاية مع الفيشاوي الصغير مختلفة لما يقولها، والناس كلها لو تغازل شيرين عادي، بس نيجي عند الفيشاوي ونقف شوية. هي مش أول صورة ينشرها الفيشاوي يثير بها الجدل، قبل كده نزل صورة جريئة ليهم وهم بيرقصوا رقصة رومانسية، وكتب إنه دايما في حالة حب مع شيرين رضا. الفيشاوي طلع في أكتر من حوار تلفزيوني يتكلم عن حبه لشيرين رضا. من 4 سنين طلع في برنامج وقال إنه فعلا كان نفسه يتجوز شيرين رضا، وقال إنه بيحبها من طرف واحد، وإنه تقدم ليها وهي رفضته عشان مش بتحبه ومش عايزة تتجوزه. بعد كده طلع في برنامج أبو حفيظة وقال إنه لسه بيحب شيرين رضا، بس الكبيرة بقى لما قال إن حرف الاس المنقوش على جسمه مش اسم والدته سمية الألفي، ده رمز لاسم شيرين رضا. شيرين رضا لما طلعت مع أبلة فهيتة وسألوها مين الممثل اللي كان نفسه يتجوزك، فقالت أحمد الفيشاوي بدون أي تفاصيل، بس اتكلمت تاني عن الموضوع ده في برنامج استضافها في شهر رمضان، والمذيعة سألتها عن قصة جوازها من أحمد الفيشاوي، وكان ردها أن الفيشاوي بيهزر ما كانش بيتكلم جد، وأنها مش بتفكر تتجوزه أو تتجوز غيره دلوقتي. بس إزاي الفيشاوي كان بيهزر وهو اتكلم عن الحب ده في 5 أو 6 برامج تقريباً؟ ده حتى الراديو مسلمش من تصريحاته، وقال في نغم FM لما استضافوه بقول لها بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، وكان نفسي اتجوزك وهي النص بتاعي المظبوط. واضح جدا من الحدوته فعلا ان الفيشاوي هو اللي نفسه يتجوزها وهي مش حباه، وده ليه سبب وتفسير. الفيشاوي اتجوز حوالي 5 مرات، بس كل القصص اللي دخلها مع الستات ما كانش فيها واحدة بمواصفات شيرين رضا اللي من جيل أكبر منه في السن والخبرة. وفي علم نفس الخبراء قالوا إن الشاب لما يقرر يتجوز ست أكبر منه في السن بيكون عشان عنده رغبة في إنه يجرب النضج، لأن الست الكبيرة بتكون ناضجة على كل المستويات. بس الفيشاوي حظه وحش، لأن شيرين رضا رفض الجواز كفكرة من الأساس، هي اتجوزت 2 مرات واكتفت بكده. تفتكروا يقدر يقنعها؟ لأنها قالت اللي عايز يتجوزني حارب، وأنا مش هقدم نفسي على طبق من فضة. يا ترى الفيشاوي هيزهق ويصرف نظر خالص، ولا هيصبر لحد ما يتجوزها فعلاً؟